ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا طبعا فنانتنا الجميله ريحان حسين مكمله معانا الفقره دي، ومعانا كمان دكتوره ساره عبد المحسن. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بحضرتك. اخصائيه تغذيه علاجيه، اهلا بيكي. اهلا بيكي. منوره. نورك. فقرتنا دلوقتي عايزين نربط بقى الرياضه بالدايت. مأساة الدنيا كلها الدايت ده. لا والله الموضوع سهل وبسيط. يا رب. قولي لنا بقى يعني ايه اساسيات التغذية السليمة او الصحية يعني؟ طيب اساسيات التغذية السليمة، انا عشان اتكلم عن التغذية انا لازم اتكلم ان الجسم لازم ياخد، لازم اتكلم خضار، فيتامين، خضار، بروتين، دهون، نشويات، لازم الجسم ياخد كل الحاجات اللي بيحتاجها. ما ينفعش اركز في الدايت على عنصر واحد، لازم اركز على العناصر كلها عشان الجسم ياخد استفادته الكامله، وابقى بعمل هيلثي دايت بلان. في ناس للاسف بيتبعوا انظمه غذائيه غلط جدا، اللي هو ياكل طول الاسبوع. جات لي واحده مره بتاكل طول الاسبوع كل يوم تفاحه عشان تخس. طول اليوم؟ طول اليوم تفاحه والله. ودي عايشة ازاي؟ عايشة والله، ودكتور هو اللي كتب لها طول اليوم تاكل تفاحة. اوكي. فده خطر. والمناعة بتوقع لي، المناعة بتوقع لي صحة الجسم وامراض كتيرة، فالكلام ده غلط جدا. اوكي. طيب يعني لو حبينا ننصح الناس ونقول لهم ايه اساسي لازم، ما ينفعش يوم سواء انا عاملة دايت او مش عاملة دايت، لازم اليوم يكون فيه بروتين مثلا بكميه معينه، كربوهيدرات. طيب خلينا نمشي بالترتيب، مفيش غنى عن الخضار والفاكهه. نمبر 1 نتفق، نمبر 1 خضار وفاكهه. اي خضار وفاكهه؟ بصي في حاجات سعراتها عاليه وفي حاجات سعراتها، يعني انا ممكن اكل عنب ومانجا؟ لا لا بكميات بحدود. ما انا بتكلم، بصي يعني هنيجي نرتب، هنقول التفاح السعرات بتاعته قليله، البرتقال لطيفه، الكيوي، الجوافه، الكمثرى، كل دي الحاجات بتاعتها السعرات بتاعتها لطيفه، ممكن اتناول في اليوم 2 أو 3 ثمرات. هاجي اتكلم على اطعمه تانية او فواكه تانية زي الموز، العنب، المانجا، لازم الموضوع يبقى محجوم شويه. البطيخ، الكنتالوب، الحاجات دي في الصيف بتبقى لطيفه، بتبقى لطيفه في الصيف، وبتمد الجسم اصلا بالميه، فبتبقى لطيفه في الصيف، بس برضو بكميات محدده، مش بطيخه. مش بطيخ. ثمرة. والله ثمرة قالتلي بعد كده بطيخة، يعني اللي هو لا ثمرة بس في حدود. طب لو حد يعني حصل له سوء تغذية، ايه اكتر الامراض اللي ممكن تصيب الانسان بسبب سوء التغذيه؟ طيب بصي، عندي اول حاجه ممكن تصيب الانسان واشهرها ومنتشر عندنا جدا في مصر، اللي هو فقر الدم، الانيميا. ده بيبقى بسبب نقص الحديد، التغذيه غير السليمه بتؤدي لي الى فقر حديد. طيب تاني حاجه ممكن نقول تضخم الغده الدرقيه. تضخم الغده الدرقيه بيبقى نتيجه نقص اليود، فالمرضين دول منتشرين بشكل كبير بسبب سوء التغذيه، وان انا باكل اي حاجه ومش بنظبط اكلنا. هي المشكله بتهيألي في روتين اليوم بتاع اي حد دلوقتي، ان صعب قوي ان احنا نظبط ان يبقى فيه وجبه فطار ووجبه. والله سهله، اول ما نصحى نفطر عادي، اللي هو بنفطر وبعد كده اكيد، اصل احنا بصي قاعدين طول اليوم اصلا ماسكين الموبايل، فاكيد في وقت نعمل اكل وناكل صح ونظبط اكلنا. هو بس الموضوع كسل، وان احنا ما تعودناش على كده من زمان، ان احنا بس والحياه بقت سريعه. طب ولو حبينا نربط بقى الرياضه بالدايت، ايه بقى يعني ممكن تيب كده، ممكن او نصيحه صغيره ممكن حد يعملها؟ ايه تمرين مثلا سريع ممكن حد يعمله، او ممكن نبقى كام ساعه في الاسبوع مثلا رياضه لازم؟ بصي هو مبدئيا 3 مرات في الاسبوع رياضه، يعني ده انا شايفه كده. بس ما ينفعش حاجه لوحدها، يعني ما ينفعش انا لوحدي وما ينفعش هي لوحدها، احنا الاثنين مرتبطين ببعض، فلازم اكون كده وكده، لان كده لوحدي مش هيخس، هيحافظ. صح يا دكتور؟ يعني هي، لكن لو الاثنين مع بعض لا، انت هتلاقي نتيجه كويسه. يعني بيجي لك حد يقول لك انا عايز اخس وما يكونش ماشي مع دكتور ولا عامل دايت ولا لا؟ بياكلوا كل حاجه، بس الفكره في ان هم بيفضلوا زي ما هم، يعني ما فيش حاجه بتنزل، يعني بيفضلوا. طب احنا ما خسناش ليه؟ احنا زي ما احنا، امشي على نظام غذائي صح، وكم يعني كمل ده مع ده عشان تلاقي نتيجه، لكن النتيجه لوحدها مش هتلاقي. اكيد. بس. طيب وبيجي لك بقى حد مثلا يا دكتور ممكن يبقى
صحته ما تستحملش رياضه مثلا، او عنده مشاكل في الركبه، الناس اللي عندهم كشونه، الناس اللي عندهم انزلاق غضروفي، في كيسز معينه كده بيبقى صعب فيها رياضه، او بيبقى رياضه بس بريكوشن يعني بحذر، لازم يبقى معاه كابتن. في ناس بتروح الجيم وتعيش مع نفسها، وفكره في اصابات كتيره قوي بتحصل بسبب الموضوع ده. اكيد. طب احنا معانا صور دلوقتي على الشاشه لحالات كانت بتتابع مع دكتور ساره وحصل ليها ترانسفورميشن كخست جامد. ممكن حضرتك تعلق لنا على الصوره دي؟ دي صوره مين؟ واو. عايزه دي مش. طب دي كانت تقريبا كام كيلو؟ دي انجي، دي كانت تقريبا 100 وحاجه وصلنا ل 70. ياه. في قد ايه؟ تقريبا في 5 شهور. حلو جدا. يعني تقريبا حوالي 40 كتير كيلو كتير. اوكي. وده يوسف، دي من الحالات اللي بحبها قوي. يوسف بدا معايا، احنا وصلنا دلوقتي ل 10 كيلو، نازلين 10 كيلو ما شاء الله. يوسف كان 56 دلوقتي 46 وستيل معايا بنثبت حاليا. الكلام ده في كله في فتره لا تتعدى تقريبا شهرين ونص. هايل جدا. هايل جدا. دي مدام مروه، احنا كنا بادئين 93 تقريبا وصلنا لحاجه و80 او 79 حاجه كده. هايل جدا. وده حمزه. حمزه مغلبني بس هو باين عليه الفرق قوي ما شاء الله. حمزه كنا بادئين 50 دلوقتي تقريبا حاجه و40 بقى خاسس حاجه. هايل جدا. دي اسراء، اسراء خاسه معايا 22 كيلو. يا ما شاء الله في وقت برضو. لا اسراء كانت سريعه قوي، اسراء في مده ما تتعداش شهرين، يعني كانت ماشيه مظبوط قوي. ده هايل جدا. طيب انا لاحظت ان احنا في الصور في اطفال كتير، طب ايه بقى التغذيه الصحيه السليمه للاطفال؟ بصي الاطفال بيبقوا متعبين قوي، بس لازم نحتويهم ولازم يبقى ليهم سياسه معينه. اوكي. الاطفال بدخلهم خضار كتير وفاكهه كتير وبروتين، وما يمنعش من شويه بسكتس، ويعني بدلعهم، ما بيبقاش ريستريكت الدايت قوي عشان الدنيا تظبط. لان انا الطفل لو قلت له لا ما فيش نشويات، ما فيش فاكهه، ما فيش حلويات، ما فيش، مش هيجي تاني اصلا. فلازم نبقى ظابطين الدنيا. اكيد بالظبط. طب عايزه نفصل شويه عن الدايت والرياضه ونيجي للفن. ايه علاقه الزومبا بالتمثيل؟ الاثنين بيكملوا بعض. بصي انا اصلا انستراكتور زومبا كيدز بقالي داخله على 10 سنين بلس، بقى دخلت مع اسامه رضوان، اتعرفت بواحده اسمها ساره، عرفتني بليس. ليس ده حد شاطر جدا، انستراكتور شاطر جدا عن سامي علوبه، عرفني باسامه رضوان، فقال لي في حاجه اسمها ايكوريو، قلت له ماشي فين؟ قال لي خدي الايكوريو. خدت الايكوريو، حاجه تانية خالص وعالم تاني خالص مختلف عن الزومبا. يعني بصي انت ممكن تلعبي فيه وتغيري فيه حاجات كتير قوي، بس هو قريب اكتر يعني للكبار اكتر. أوكي. يعني حتى في الاول واحنا بنشتغل فكان في حاجه للكيدز وفي حاجه للكبار. انا عندي متعه خاصه مع الاطفال، الاطفال حقيقيين قوي يعني، وانا بمرنهم بحس ان انا زهقت خلاص هيقعد على جنبي مش هيكمل معايا، لكن لو انا مستمتع هيكمل. هيكمل. فبيحسسني ان انا تمام، انا كده تمام، طول ما هو مبسوط فانا مبسوطه، انا حاسه اني بعمل حاجه كويسه. بالظبط. الايكوريو بقى عالم تاني بقى خالص، يعني متعه تانية بقى، لاتين وحاجات كتير انا بحبها. فحتى انا حاليا مع اسامه رضوان طول الوقت في اي حاجه، قلت له لا انا معاك في اي حاجه. في اي حاجه بالظبط. تمام. انا هاجي معاك، وفعلا انا حاليا معاه في اماكن كتير جدا، وتعلمت واستفدت، والموضوع بيحسسني بسعاده تانية خالص. التمثيل بقى ليه علاقه بالرياضه، لان انا وانا بشتغل وانا مستمتعه انا بمثل وبجسد كل حاجه بوشي. صح. فبمثل، فانا بحب التمثيل يعني. انا حتى خريجه فنون مسرحيه دفعه 2014. انا كنت لسه هقول لك، انا عارفه ان انت دايما مرتبطه بمسرح خالد جلال. ودايما بنشوفك في اعمال كتير في رمضان مع الفنانه يسرى، مع حاجات كتير يعني، ليكي اعمال كتير قوي الناس عارفاها، فاللي هو ازاي الميكس ده؟ بصي هو انا بخاف اركز في حاجه وانسى حاجه. صح. بس انا طول الوقت ده شغلي الاساسي هو التمثيل، ف يعني ده متعتي، ده متعه تانية يعني. فلا وقت ما بيبقى فيه حاجه بروح طبعا للتمثيل لان دي متعتي. لكن طول ما انا ما فيش فانا مركزه في الزومبا والكوريو، لانه بيكملني
في الوقت اللي ما فيهوش شغل، فانا بكمل ده. صح. وحاسه ان الموضوع لطيف، والناس حتى اللي موجودين بيكونوا مستمتعين، انت طول الوقت شايفه سعاده الناس حواليكي. والموضوع بيفرق حتى نفسيا لما بتبقي رايحه كلاس زومبا او اي كوريو وبتخرجي منه عندك استعداد تعملي كل حاجه في اليوم ده. فليه متعه تانية خالص، تبقي شحنه طاقه جدا جدا. حلو جدا. طب في اعمال جديده متوقع ندخلها قبل رمضان يعني ولا في رمضان؟ هو في حاجه مع أبلة فاهيتا تبع نتفليكس، فان شاء الله هينزل، المفروض هم قالوا لنا على شهر 3 ان شاء الله. وفي في رمضان حاجه مع نس الاغراب مع استاذ محمد سامي، امير كراره، واحمد السقا. حلو جدا، حلو جدا. طيب نرجع تاني بقى للدايت، ونقول دايما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم. طيب ازاي نخلي الجسم سليم؟ بصي، الجسم سليم برضو ان احنا ناخد العناصر اللي الجسم محتاجها. طول ما انا باكل صح فانا جسمي سليم، بلس ان انا باكل صح وبعمل رياضه. على فكره الرياضه ممتازه جدا ان هي تقلل الاكتئاب، تقلل الباد مود، تقوي المناعه. واحنا محتاجين في الوقت ده مناعه قويه عشان كوفيد والكورونا، فان احنا نقوي المناعه. خليني بقى اتكلم معاكي عن ايه الاكلات اللي احنا نهتم بيها الفتره دي في التغذيه كبار وصغيرين عشان تقوي المناعه، تقوي عشان مناعه الجسم عشان الكورونا. بتيجي طبعا الحمضيات، فيتامين سي، بيجي البروكلي، بيجي الزنجبيل، بيجي الفلفل الاحمر. والحاجه اللي الناس مش عارفاها عن الفلفل الاحمر، الفلفل الاحمر فيه نسبه فيتامين سي تكاد تكون تتضاعف عن الحمضيات. فانا الفلفل الاحمر او نهتم بيه قوي الفتره اللي جايه. الناس كلها فاكره انه برتقان وجوافه، لا، الفلفل الاحمر فيه نسبه اعلى. تمام. وفي كمان الفلفل الاحمر بيتا كاروتين عشان صحه العين وصحه البشره، فهو ممتاز. وشاي الاخضر حلو جدا برضو عشان مضادات الاكسده. على سيره الشاي الاخضر، ايه اكتر الحاجات اللي بتعلي الحرق وخصوصا للسيدات ما بعد مثلا الأربعين تبدا تشتكي وتقول لك انا الحرق ضايع مفيش؟ على فكره انا مفيش حد بيجي عندي العياده ويقعد على الكرسي غير يقول لي بصي يا دكتور انا بعمل دايت ما بخسش. بالظبط كده. طب اقول له بص استنى بس، احنا هنعمل اول اسبوع ونشوف الدنيا فيها ايه. هما بيبقوا ماشيين غلط، ما بيمشوش صح. بنمشي صح اول اسبوع بلاقيه نازل من 2 ل 3 كيلو، بقول له ها بتخس ولا ما بتخسش؟ بيقول لي اه يا دكتور الحمد لله. الحمد لله. حتى لو السن مثلا عالي او بصي اللي بيبوظ لي الحرق، اللي بيبوظ لي الحرق ان انا اعمل دايت كذا مره. في ناس بتيجي عامله لي دايت 30,000 مره ودايت غلط وكيميكال، فدول اللي شويه بتعب معاهم. بتاخد بيبقى الجسم معاند والجسم اتلخبط وغيروا لي، فدول شويه اللي بتعب معاهم. طب في حاجات في الاكل او الشرب بتعلي الحرق؟ فمثلا لو الانسان الطبيعي عموما حافظ عليهم، يعني مش هقول مش هيتخن بس يعني هتساعد شويه. الشاي الاخضر ممتاز فبيعلي الحرق، بس خلي بالنا الشاي الاخضر الناس اللي ضغطهم بيوطى ما ي... مش 3 4 5 كوبايات، لان هو بيوطي امتصاص الحديد. بصي هو مش بيمنع امتصاص الحديد، بس اخلي بالي ان انا ما اخدش حاجه فيها حديد وبعد كده اخد شاي اخضر، يعني افصل ما اخدوش بعد الاكل على طول، ده سواء الشاي الاخضر او الشاي الاحمر. هي دي النقطه اللي خلي بالي منها. لكن الشاي الاخضر ممتاز في رفع الحرق، الزنجبيل، الليمون، القرفه، كل الحوارج دي ممتازه. خلي بالنا ما ناخدش حاجه على الريق، لان انا في ناس بيقولي بناخد الليمون والليمون عليه، ودي للاسف بتبوظ المعده شويه، بتجيب شويه قرح، فبلاش النقطه دي يعني. طب ايه على الريق؟ ايه اللي ممكن يتاخد على الريق؟ زيت زيتون، عسل، كوبايه ميه بعسل بزيت زيتون، حلوه جدا عشان الناس كمان اللي عندها امساك، لان انا بيحصل مع الدايت امساك فظيع. فزيت الزيتون على الريق ده جبار لدخول التواليت ويسهل عمليه الاخراج ويمنع الكونستيبيشن خالص. طب وادويه الدايت؟ بصي ادويه الدايت كتير. اوكي، كذا مجموعه. بصي في مجموعه بتشتغل على ان هي بتحسس بالشبع، في شويه بتشتغل على المخ. اوكي، في مجموعه تانية بتشتغل على بتقلل امتصاص الدهون. اوكي، في مجموعه ثالثه ودي كارثه، وانا مش عارفه ليه ناس لغايه دلوقتي بتاخدها، الاعشاب اللي هي بتدخل التواليت وبتضر البول، بتخلي فيه، فهو فاكر ان هو بيدخل التواليت كتير، الله ده انا بخس، وجاست ان هو ياكل يدخل يشرب كوبايه الاعشاب دي يدخل التواليت.
للاسف الاعشاب دي اصلا بتنزل ميه الجسم، اوكي هي مش بتنزل دهون، هي بتنزل ميه الجسم. الاعشاب دي بتقلل لي البوتاسيوم، هي خطر قوي على القلب. فدي دي كده ايه نمنحها بدائل. بلاش. في بقى الادويه اللي بتساعد على الحرق وكده لطيفه، بس كله هرجع اقول لك الادويه ما ناخدهاش، مش موضوع رياضه، ما ناخدهاش الا مع دكتور، تمام؟ دكتور هو اللي يقول ايه ناخده وايه ما ناخدهوش. ومرضى القلب والضغط نبعد عن الادويه خالص بكل انواعها بس، ونبطل نروح الصيدليه نقول له هات لي علبه مش عارفه ايه الحمراء والخضراء والصفراء اللي بيخسسوا، لان ده طبعا غلط جدا. طيب والاستمرار عليها كمان هي دي الكارثه. احنا بنديها بتكنيك معين باسلوب معين حسب الحاله الصحيه. معلومات مفيده جدا، واحنا بجد انتوا نورتونا وفقرتنا خلصت بسرعه قوي. كان نفسي تبقى اطول، وفي اسئله كتير قوي كان نفسي نسالها، بس ان شاء الله اكيد هتنورونا تاني وهنسال كل الاسئله دي. احنا نورتونا. ميرسي جدا. فقرتنا خلصت بس لسه الحلقه ما خلصتش، انتظرونا.